إلهي سبحانه وتعالى بشي بركيسني وصون كاهي وقرآن كالسودة شيئي أي إلهي سبحانه وتعالى إنو قدري إنينو صونو صلاتنو قارنو عمري إن إلهي وقارسي إلهي سبحانه وتعالى أنت كدم من إلهي سبحانه وتعالى عفي عافي مات إلهي هنقول ما يستر بشان وشهر القرآن وبشي قرآن كالسودتي حكمة إلهي سبحانه وتعالى وحا إلهي قرآن كالسودتي انتي سلط دورتي بلاها مدة وقفضي قبلا وحال الله دورتي حلي هذا حلي أغسي فضي قبضا وليلة القدر أيها السودج وحال الله دورتي إنه صاق هذا قرآنك والنبي أكينه ملائكته مثك أغو فضي قبضا وحال الله دورتي قرآنك إنه السودج خلقك مثك أغو فضي قبضا قلبي سوى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وحال الله دورت مكانك القسوة دتشنا يا إنو أهاده مكانك دوني ذا وقف فضلك أبدا وأرض الحرم مكة المكرمة أي إلهي سبحانه وتعالى أدورت أنت أصعدا وحا إلهي قرآنك كدقي كتابك وقف فضلك أبدا كتابها أهانا يانا مثل كلية أساق باقي أهانا يانا أنت كلنا النسخي أي إلهي سبحانه وتعالى كتابك أنا كذب وحين هاي السنة نعم ملك لقه لي أن لا أرك إلا إسلام لماذا نحن جمو يعني هديتا النبي أنبياء وفض لك بطنا هديتا القرآن كأنه ماشي كسو الدقي هديتا كتابك كتابها وفض لك بطنا هذا يتأهيل حلقة السودة تيو حلقة حلية ذا وقفضي قبضناء وحا إلهي أدورتي إن يعني أهانه خير الأمم ومدها قوة وخير كبضن أي إلهي سبحانه وتعالى إنا قدق ملك لأول لقه لي ملك قرآن كعجائبتي سوحا كمد إلهي سبحانه وتعالى وحو السودة تيي إن ذاتك اللي قدقه والدقنين إلهي تسعطة وكلام الله وحا إلهي لهض ليا والله خطاب ليا وبني آدم كجنك إيا إنسك أصحاب العقول جيدها معان فريوي حق الله والكودقي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ حل أي وحيودي قرآن كان أيال أي وحيود إن أن إن كودقه كوي نتشوغه يكوى أقار الضوم إلى قيام الساعة أي إلهي كودقه سبحانه وتعالى إلهي وحو كل التحدي الجني إنسبا عرل إماذا بالليل قرآن كان سورة كمدة بل إماذا بل سكودة يا إنا تشني يا إنسي هداته التي ماطا عجائب قرآن كان أولي يا معجزة أوحن بارسيا إلهي وحر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وحاكوت رهلا تشني يا إنسي هداي كل ما قرآن كان أو كلا إنا يألفان ملا إيمان كريا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هبا إسكال ميستين أو ها إسكوه اللي ملا إيمان كريا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كدحدي سوحو سودة شيئي وح قلوب تدقاع شيئا أو وعدي وعيد كفلا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد
لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. إلهي سبحانه وتعالى قدر كقرآن كي يشأن نجيسية وين كيسة هتي بورها اللي قسوا دتشن لها ويخشوع لها يا وين ضد الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذه القسوة دتشن لها بورها ويدل دلاع لها وين كقرآنك أوليه إلهي سبحانه وتعالى إنه سودج. بل إلهي سبحانه وتعالى قرآن كدحدي سوحو يالي تسالك كسته يا مثل كسته يا مهما كسته وكوها نونين يسأينا الحق فهمت. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل إلهي سبحانه وتعالى وحو يالي إنسانك قرآن كدحديسة تسالك كستوي أباهيهين إنه كجاران إلهي سبحانه وتعالى وحيالها وكدون يأي كجاران تسالك كستوي أباهيهين وحو قرآن كشيكي يأي أمديه هرين هي ماشي أي مرين أي إلهي كشكي لقصوا بالله وأبو رستيني آدم عليه السلام وحي كدن بي أمم أها أنت عبر نوغ فلان أي إلهي سبحانه وتعالى نوغ الشكي كوي لبدبادي أي أنبياء أها يا كوي أنبياء دارهم يا بدبادي دين عكلا كوي لهلاقي يا أعماش حميد وأي سمين ينقلوا هلاقي أي إلهي إسنين عليك مركز إلهي قوم كاستمركو كشاكيو وحا إلهي وشيغي يا ميشا أي كدن بيه سبب كلوها لاغي مركز وحا لدبادنك يا وانا يا عبر أرهن كاسا نغا إنو نويا وحا إلهي نوفدو دي يفهم كقرآنك معاني دي سل فهمه يا حفظي سبب إلهي وافدو دي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك قرآن كإلهي وحلي وافض ضيني الميّر عن اللغة العربية وحبك أقوم بحفظ صن هو يشيبها تقان وحفظ صن وحله لي إنتاس أو أمضة أو خلقة أو مصحف بأن كفيرنا هاي أو ضدك النوعية دي سكال الدوان يا له لي مت سرير سارة أو نفعة أو تبر عن لهين سديت سنة ضعفي حمنه سئل قادم ويان دقاقي كرين لكن مسكح دي سؤال تشوكته ووحد أركيسا قرآن كالدشة كأخرني وأن مصحف كفيرين أهين إلهي قلبي يسألك سبحانه وتعالى معاني دي سيبا سيسا هلا لغو فهمي كرا لغة دي اللغة لها أغفة صحصاني أغبة لا غبطني أي إلهي أدارتين كسودك قف والبن وفهمي كرا حفظك سينا إلهي واسه الله سبحانه وتعالى النبي وحى الله أمري عليه الصلاة والسلام ونددتك إنه كواني يا قرآنك وحى اللي اسكواني وحى أقوي قرآنك فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قرآنك كواني وكو حصوص إلهي سبحانه وتعالى وفك بقي وعيدك يا إلهي اللي يا سبحانه وتعالى قرآن كإلهي سبحانه وتعالى فضل قاسي قيمها صوئي يالي بل فيري هداد مصحف قساء سوقبت وقاد معدي إنا الأخري ست هل صورة قابا أما هل صفحة الأخري ست ما قحرف بي صورة داسي ككوبانتا أما بقاسي أما قحرف بككوبية نبي محمد محمد الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها قفك حرف آخر يا كتاب كإلهي وحول لي هي حسنة حسنة دينا إلى طبنب الله بيا لا أقول ألف لام ميم حرف ألف لام ميم هدأوها يستي حرف إنا يتهي ماذا يوي نبي ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صد حرفه ألف لام ميم صد حرفه متك استوحى لغا سينا يا هل حسن هل كي حسن انا واطبن صد حسنا كاغا سوبخاي marka tiradi alif lam mim
maalinka ugu baahi badan tahay ayayna kayd kuu toohelaysa. adduunyada haddaad damacdiina wax kaydisid, waxaa ku qasban tahay inaad u dhididid, inaad waqti siisid, inaad meel kasta u gashid, inaad baleen u dejisid oo maskaxda ka shaqaysid, inaad ilaalisid oo ka ilaalisid wixii aad kasabtay inay khasaare ku timaado, inaad sanad walba naxsanta oo isleedahay ama faa'iidadu isdhintaa. haddii lafuhu isdhibaanba dad baaba waalanaya iska badaa, faa'iidadii baa dad ku waalanaya hadday isdhinto. oo qofkii arkaysa isagoo khushuucsan oo niyad jabsan oo oranaya sanadkaan sanad ma ahayn, waxba maana faa'iido, wax yar aan macno lahayn baa faa'iido. sidaasaa adduunyada qofkii u ilaashanaya, muxuu rabaa xoogaagan inuu isku ilaaliyo ayuu doonayaa. middaan qaninimada ah oo xasanaadka faraha badan ah oo aan juhdi badan u baahnay oo aan dhib badan aadan u marahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu sahlay oo kayd kuu gelaysa kaydkeedana dib dambe inaad xaras iyo waardiye u yeeshid aan kaaga baahnay, inaad ilaalisid aan kaaga baahnay, wax kaa gaarayo dhibaato energy ilaahay kuu kaydinaya subxaanahu wa tacaala, middaasa waxay tahay midda mudan oo mudan oo mudan inaynu awoodda aynu saarno. ogowna qofku laba daarood buu leeyahay, waana xaqiiqo. daar waa middaan inteena nool hadda aan joogno, daarna ayaday deris la tahay, kama dheera, mana kala fogaadaan. magaalo kastoo meel ku taallo aad aragtid, magaalo kale ayaa ku ag taalla oo hal guriyoo taagan aan lagu arag dhulka hoostiisa. waa middii aan geynay qaraabadeenna iyo ahalkeenna iyo saaxiibadeen, maalin walba aan u sii wadno. daartan waa loo fakaray, waxaa loogu fakarayaa habeen iyo maalin sidii guryo fiican looga dhisan lahaa, sidii hanti fiican loogu yeelan lahaa, sidii nolol fiican loogu raaxaysan lahaa. meel kasta ayaa loogu safray, baasaboorraa loo qaatay, tigidhaa loo goostay, intaas oo qaaradaha loo jiiray, daartan in la ilaaliyo guryaheeda waa loo fakaray. ma la isweydiiyey middaan inaysan baaqi noqonahayn, waa xaqiiqo waa ognahay. middaas ma loo fakarin, deriska nala ah ayadana dhismay kaa rabtaa. sida aad u dhisatid bayna kuugu dhismaysa, waa daarta adduunyada kale. qof baa wuxuu dhisanayaa jiingad, qof baa si kale u fakaraya guri weynoo fillaa dhisanaya, qof baa odhanaya mala waxaa aniga rabaa dabaqyo. mid kasta wuxuu kaaga baahan yahay lacag lacagta ka badan. isku lacag ma ahan, isku waqtina ma ahan ay ku dhismayaan, isku takhdiid iyo isku handasana ma ahan. mid waliba wuxuu u baahan yahay juhdigeeda iyo dhaqaalaheeda iyo waqtigeeda iyo injineeradeeda ayuu kaaga baahan yahay. daarta kula dariska ahna waa saas oo kale. haddaad tidhaahdid waxa aan haysto oo hantida aan haysto boqolkii hal baan ogolahay inaan bixiyo oo aakhira u dirsado, aad tidhaahdid daartaa si fiican kuugu dhismi mayso, 99 halkan ku camiraysa, halna xaggaa u dirta. haddaad laakiin tidhaahdi waan kala barayaa, barbaa xagga geynayaa, halkaasaa u dhistay baa xaggan u dhismaysa. mar allaaliya markaa tagtid ayaana waagu kuu baryay, meel waa lagugu soo dhowaynayaa, beer janno weeye, intaa waasicsatay adduunyada markaa joogtay baa lagu waasiciyey, sidaa u dhisatay baa lagugu dhisay, halkaas waa lagugu soo dhowaynayaa, meelna waxaa ugu tegaysaa iyadoo karkar ah oo gubanaysa oo laba mitir ah oo dab ah oo ku sugaysa ugu tegaysa. wafdiga kugu soo dhowaynaya waa kuwa aan kuu naxariisanahayn, kuuna ogolayn fursad yar inay ku siiyaan oo aad tidhaahdid waa soo camal falanaya, wixii aan kharibay baan soo saxaya, hal daqiiqad aan lagu ogolayn. aysan kaa yeelahayn cadaabka daqiiqad inay kaa nasiiyaan ayaa meeshaa kugu sugaya, kugu soo dhowaynaya. laba qof baa deris ah, adduunyada deris ku ahaayeen, kanna qabrigiiba deris masna ku yihiin, kani waa gubanayaa, kanina waa raaxaysanaya, waa camalkay xagga ku soo sameeya, maalin walba waa guurayna. qur'aanku wuxuu noogu yeerayaa oo noogu naadinayaa oo intaas oo aayadaha ay ka hadlayaan dad aakhira inaan noqonno ee dad adduun aana noqonno, dad aakhiro inaan noqonno ee dad adduun aana noqonno.
gurigii nabiyullaahi muxammed sallallaahu calayhi wasallam adduunyada uu ka degnaa waa gurigu hadda ku xabaalan yahay, qabrigiisu ku yaalo. Inta uu yahay markaa fiirisid, afar qoys baa degnaa: Cali bin Abi Taalib, Faadimo qaba dhinac buu ka degnaa, xaasaskiisa dhinac bay ka degnaayeen. Inta uu ku fadhiya markaa fiirisid, waxaa laga yaabaa inuusan ka badnayn isaga dhanbaba toban toban ama toban shan iyo toban soo dhammay. Afar qoys baa degnaa. Deydku wuxuu ahaa geedahan geeda yar oo lasoo gura geetimireedyada ayaa deyd u ahaa. Markii dambe marya inta laysku xirxiraa deyd looga dhigo, waa nabiyullaahi muxammed sallallaahu calayhi wa aalihi wasalam guriga adduunya ka degnaa. Buurta Uxud magaalada Madiina ku teesan 7 kiloomitir qiyaastii ayaa dhirirkeedu jeedaa. Nebiga waxaa lay dahab lagaaga dhigo walis ma dooran, nebigu ma dooran, bal wuxuu yidhi haddii dahab iyadoo ah la isiin lahaa oo aan qaadan lahaa maalin baan ku qaybin lahaa, yahay waxba kama baaqi ahaa, iska dhammayn. Bas daarta aynu leenahay oo xaqiiqada ah oo qur-aanku inoogu yeerahayaa waa daarul aakhira. Qur-aanku wuxuu inoogu yeerahayaa dad aakhira inaan noqonno oo dad adduun aanan noqon. Qur-aanka nebigu wuxuu sheegay sallallaahu calayhi wasallam guriga lagu akhriyo iyo guriga aan lagu akhrin waa guri kharaab ah iyo guri nool oo camiran, waa qof dhintay iyo qof nool bay ka yihiin. Mathalu albayti alladhi yudhkaru allahu fi walbaytu alladhi laa yudhkaru allahu fi mathalu alxayi waalmayit, ayay kala yihiin, mid dhintay iyo mid nool ayay kala yihiin. Gurigaaga qur-aanku waa inuu ka shidnaadaa, carruurtaadu akhriyaan, xaasaskaagu akhriyaan, adigu aad akhrisaa, noqotaa qof qur-aanka xiriir la leh, habeen iyo maalinba qur-aanka xiriir la yeelo. ilaahay ma ku dayacayo subxaana wa tacaala adduunya aakhira, waad guulaysanaysa. Qofka qaari uu qur-aanka laba weeyo, qofka qur-aanka akhriyaa, qof qur-aanka uu dhibayo, laba ajar buu leeyahay. Ajarkii dhibka waa leeyahay, ajarkii qur-aanka akhristana waa leeyahay. Qofna waa qof qur-aanka uusan dhibahayn oo yaqaana, maca safarati alkiraami albarara, malaa'igta micigeeda safarada ah ayuu micigeeda yahay kaas. Adiga marka haddii qur-aanki uu ku dhibaya xataa ha joojin, maxaa yeele laba ajar baaba ku feer socdaba maantoo dhan iska kaa dhinaca socda. Hadduu ku dhibayo ku celceli ku celceli ku celceli, wad ha joojin, sinnaba ha uga daalin. Aakhirana waxaa la leeyahay qof kaste qur-aankii adduunyada aad akhrin jirtay hadda akhri, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi daari dunya fa inna manzilataka cinda aakhiri aayatin kunta taqra'uha. Akhri hadda la leeyahay sidii adduunyada aad u akhrin jirtay, akhri jannadana kor. Aayaddu waxay kaaga dhammaanaysaa jannada ka degaysaa, akhriskaagu meeshuu ku dhammaado. Qofka qur-aankoo dhan akhriya kulligiis wuu akhrinaya, saasuu darajada u koraya, darajada ugu sarraysu tegay. Qofka waxa weeyaan hal juz ka yaqaano akhriyana asagaasuu leeyahay. Nebigu wuxuu yidhi alqur'aanu shaaficun mushaffac, qur-aanku waa ergeeye ergadiisa la aqbalayo, ergeeye ergadiisa la aqbalayo. Wamaaxinu lmusadiq, waa doode doodiisa la aqbalayo. Man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna, qofkii qur-aanka hortiisa yeela oo qur-aanka dabagala weeye, wixii ilaahay uu amray buu amarkiisu qaadanaya, qur-aanku wuxuu faray buu fartoomaya, wuxuu ka raana waa ka haraya. Marka qur-aanka hogaamiye ah asagana waa kii la hogaaminaya, qur-aanku daba joogaa. Qofkii sidaas ah qaadahu ila aljanna, qur-aanku waa hogaaminayaa jannaduna geynaya. Waman jacalahu khalfahu, gadaalkiisa qofka yeela oo halkaa intuu saaro wax alla wuxuu rabaa iskaga dhex orda, oo qur-aanka aanu aabbe yeelin ku camal falidiisa, saaqahu ila annaar, gadaal buu ka kaxaynaya, naartu u kaxaynaya. Walqur'aanu xujjatun laka aw calayk, walidaalika bay ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen qof qur-aanka la fadhiistaa ma jiro oo ka badbaadaa ma jiro, haba yaraata.
macnaheedu waxa weeye imaa inuu kuu doodayo qur-aanku oo adiga ku difaacahayo kuu shafeecayo wa imaa inuu ku dacweynayo labadaas mid unbaa leedahay qof saddexaad oo odhanaya waxna ha ii doodin waxna ha ii dacweyn aan isdayno ma la helayo ma kaa yeelayo qur-aanku middii aa ka dhigtid buuna kuu noqonahay middii aa ka dhigtid ayuu kuu noqonay maalinta qiyaamuna imaanaya isagoo suuratu lbaqara iyo suuratu aal cimraan ay qur-aanka hogaaminayaan ay horkacayaan sidii waxayna u duulahayaan laba daruurood oo isdhinac socdo oo kale ayay u imaanayaan qofkii akhrin jiray adduunyada ku dhaqmi jiray ayayna waxa weeyaan u shafeecayaan oo ay difaacayaan akhriska camal falku waa inuu dhinac socdaa haddii aad akhrisidoo aadan ku camal falin waa lagugu cadaabaya cadaab baana kuu koraya habeen iyo maalinba wax kasta oo dhiba oo na haysta ilaahay subxaana wa tacaala makhrajkii looga bixi lahaa qur-aanku ku sheeg ee waan loo socon waalidiin meel kastao dhibaato ka timaado meeshii looga bixi lahaa qur-aanka ilahay noogu sheegay subxaana wa tacaala ilaahayna waafajiyo allahuma rabbana atina fi dunya xasana fi lakhirati xasana qina cadaab annaar اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين